أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. في البداية وكالعادة نتوجه بالشكر الجزيل لكل من قدم دعما ولكل من يراسلنا ويكاتبنا ويتواصل معنا بشكل جدي من أجل حلقة متميزة ومن أجل محتوى جيد يكون مفيدا للجميع. لذلك نتوجه بالشكر لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا يبخلون علينا بالنصح وبالتواصل وبالمحبة. نبدأ حلقتنا اليوم يعني بطاقة إيجابية كبيرة جدا عن صناعة الجمال في المغرب، لكن السؤال: ما الذي يحتاجه الإنسان في المغرب وفي العالم العربي ضد هذا القبح المنتشر وهذه الفظاعات وهذه الرداءات التي تنتشر بيننا ولا تكاد تنتهي؟ من طبيعة الحال نحتاج بلا مقدمات لصناعة الجمال، نحتاج بلا مقدمات لصناعة الجمال، وهذه الصناعة تتطلب أجيالا وأجيالا لأنها تعتمد على المعرفة والثقافة وتطوير المهارات الشخصية والحس الإبداعي وعلى القدرة على التفكير وعلى طرح الأسئلة والنقد البناء وعلى تقديم منتجات تحسن من المزاج وتقوي المشاعر وتخلق في الإنسان الهدوء والحس الإنساني والإبداع ونشوة الفرح والسعادة. هذه الحلقة نقدمها كالعادة عبر 3 قصص مغربية هي من طبيعة الحال ملهمة وتقدم طاقات إيجابية الحكاية الأولى حكاية طفل صغير ولكنه مبدع كبير. ريان بوليلا أصغر روائي مغربي وعربي وفي البحر الأبيض المتوسط، يكتب رواية باللغة الإسبانية بعنوان زمردة الحقيقة لا إزميرالدا دي لا بيرداد، وهو لم يتعدى 12 عاما. تحكي الرواية عن قصة مغامرة تنقل بطلي الرواية إلى بلجيكا لكشف أسرار الزمردة العجيبة. قبل أن ينتقل ريان إلى عالم الرواية نشر الكثير من القصص القصيرة والعديد من المحاولات في الشعر، وتوج عمله هذا برواية نشر بعض أجزائها على موقع خاص بالأدب. ريان يعني بالنسبة له ولع والمطالعة عشق، وبسبب دراسته للغة الإسبانية وإتقانه لها يعني بمدارس البعثة الإسبانية وجد متعة كبيرة في عوالم القراءة والكتابة. ريان يكتب الآن رواية ثانية وعمره 14 عاما، ولكنه توقف عن الكتابة بسبب وفاة والده في الصيف المنصرم، ولكن شغفه بالقراءة وبالمطالعة وبالكتابة لم ينقطع.
وحلمه هذه السنة أن يكمل هذه الرواية ويتم طباعتها أو يجد من يتكلف بطباعتها بإسبانيا وتوزيعها بشكل جيد. ريان بوليلا ملهم صغير، ليس فقط للصغار ولكن لأجيال من المغاربة كبارا وصغارا. تحية لهذا المبدع الصغير، ونتمنى له مزيدا من الإبداع ومزيدا من تطوير المهارات الكتابية، ولما لا يصبح كاتبا من العيار الثقيل، وهذا ما يتمناه المرء. أما الحكاية الثانية وهي كذلك فيها الكثير من الفرح ومن الطاقة الإيجابية، حكاية الشاعر أمال هدازي، وهي حكاية تمزج بين الشعر والجمال. بعد 6 دواوين شعرية، نكاية بالعتمة، وحرف ونصف معنى، وهمسا بالخطيئة، وهديل الحمام، وفصول من عشق، وظلال الأنوار. يعني هذه الشاعرة المغربية تتقدم بخطى ثابتة في المشهد الشعري والعربي، وتجد بصمتها الخاصة على أنها شاعرة من العيار الثقيل. أمال هدازي مثلت المغرب مؤخرا في أكبر ملتقى للشعر على المستوى العالمي، ملتقى مادلين العالمي للشعر بكولومبيا يوليوز 2019، إلى جانب 68 شاعرا من كل بقاع العالم. أمال هدازي بلا منازع تعتبر سفيرة الشعر المغربي، تكتب باللغة العربية وبالفرنسية وبالإسبانية، وتعتبر أن الكتابة والكلمات يمكنها تغيير العالم وتحرير الإنسان من أعطابه وفتح آفاق جديدة للإبداع. في نظر هذه الشاعرة أن الإبداع خلاص الإنسان من إعادة إنتاج الواقع وإكراهته، وأن الكتابة في نظرها فعل جمالي يسمو بالذات عن طريق الخلق والإبداع، وأن الإبداع فعل مقاومة للخراب وسفر نحو الاكتمال في زمن الأعطاب والفضاعات والرداءات. من طبيعة الحال تصر الكاتبة بوعي شقي على صناعة الجمال الداخلي، تصر الكاتبة بوعي شقي نعم على صناعة الجمال الداخلي والإنصات إلى الذات والتأمل، وهي ملهمة للكثيرين بتقديمها ورشات تكوينية لفائدة تلاميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية بمدينة بني ملال. أما حكايتنا الثالثة، حكاية مريم وشغف القراءة. مريم أنجون ذات 9 سنوات استطاعت أن تخطف الأدوار، واستطاعت أن تفوز بلقب تحدي القراءة في دورتها الثالثة أمام 10 ملايين من المشتركين من أصل 44 دولة. ورغم أنها يعني تقطن في منطقة ريفية بلدة تيسا نواحي تونات وتبعد عن فاس 50 كيلومترا، إلا أن شغفها بالقراءة وإدمانها على المطالعة برعاية والديها جعلها تصبح ملهمة للعديد من المغاربة والعرب.
ما نحتاج إليه كخلاصة، ما نحتاج إليه في المغرب وفي العالم العربي وهم هؤلاء الملهمون والملهمات والمبدعون والمبدعات، ومن يصنعون عوالم الجمل والفرح على الشفاه. يعني نكون سعيدين جدا حينما نجد هذه الطينة تنبت في مغرب الغد، ولكننا نبنيها على مغرب الحاضر. مبدعون يصنعون عوالم من الجمال ومن الفرح على الشفاه والبسمات التي لا تنتهي، من أجل مغرب يسعى نحو بناء صناعات الجمال ضد القبح والرداءة والفظاعات التي تنتهي لا تنتهي. كما يقول الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا أن الجمال هو شكل تان للحقيقة. حقيقة أن الجمال هو شكل تاني للحقيقة، وشكل تاني للفرح، وشكل تاني للبسمة. نأتي بطاقة إيجابية على نهاية هذه الحلقة. كان معكم عبد الله الساورة. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، لكم كل الشكر على حسن المتابعة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.